مد احتفالي من الشباب غمر شوارع الأرض المقدسة. أكثر من 8000 شاب أمريكي ينتمون لجماعة الموعودين الجدد قد عاشوا عدة أسابيع على خطى يسوع لكي يلمسوا حضوره في حياتهم. إن رحلة الحج هذه هدفها أن تساعدنا أن نرى محبة الله في حياة كل منا من خلال زيارة الأماكن التي مشى يسوع فيها، أي أن يسوع قد أتى حقا وأنه مات من أجلك ومن أجلي. من الناصرة إلى بيت لحم والقدس، من السير على طريق الآلام إلى الرقص أمام أسوار القدس، في كثير من الأحيان كلمة الإنجيل المقروءة ببطء قد تجسدت ومحبة الله قد صارت حقيقة ملموسة. أرى الآن كم أنني رجل خاطئ ولست قادرا على أن أسامح نفسي والعبودية التي كانت تمتلكني. خلال رحلة الحج هذه ألمس حقا كم أن الرب يحبني بكل حالاتي. إنه حقا يغفر لي، تاج الله بحياتي. العديد من الشباب المشاركين بهذا الحج يحملون على أكتافهم الكثير من الآلام الكبيرة، ولكن يسوع حاضر معنا جميعا، وهو قادر أن يمنحنا كلمة أمل ورجاء لحياتنا بقوله: أريد أن أكون معك، أحبك، وأنا هنا معك اليوم لأقود قصة حياتك. والعديد منهم قادرون على القول: أريد هذه السعادة. إنما حدث في ذلك اللقاء العظيم في بيت الجليل على تلة التطويبات كان من اللحظات المهمة جدا في رحلة الحج. ترأس هذا اللقاء بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا، الذي قال إنه يمكننا أن نسمي هذه الأرض نوعا ما السر الثامن، لأنها تساعدنا على أن نفهم بشكل أفضل وأن نلتقي بالإنسان الذي غير حياة العالم والذي نريده أيضا أن يغير حياتنا. اجتمع جميع المشاركين هنا أمام بحيرة الجليل كالرسل حول يسوع على هذه التلة، حيث قدم يسوع عظته المشهورة عظة الجبل. وأيضا على مثال الرسل، إذ كانوا يصغون ليسوع وهو يردد التطويبات، ها هم هؤلاء الشباب يصغون لإعلان البشارة من جديد. من هنا تولد إمكانية ولادة حياة جديدة، يكفي أن تشرع أبواب قلبك لله. عندما كان كايتانو يتحدث كيف أن المسيح يعطيك الأفضل وأن لديه أفضل حياة على الإطلاق، وذلك بسبب دعوة الله له، عندما قال إن الله يحبك كما أنت، حينها شعرت أن الرب كان يدعوني. في الوقت المخصص للدعوة 200 شاب و300 شابة و200 عائلة عبروا عن رغبتهم لتلبية دعوة الله ليكونوا رسلا في خدمة البشارة. كنت دائما أبحث عن أن أكون محور انتباه الجميع. اكتشفت من خلال رحلة الحج هذه أن محبة كل أولئك الناس لن تجعلني سعيدة، الله فقط من يستطيع أن يجعلني إنسان حقا سعيدة، ولهذا السبب وقفت. بارك غبطة البطريرك الشباب والعائلات الحاضرة واستدعى روح الله القدوس ليفيض عليهم فيتمكنوا أن يعيشوا بحسب مشيئة الرب على نور التطويبات. إن التطويبات هي أسلوب الحياة المسيحي، هي حياة المسيح، هي كلمة حية وواقعية وقوية وواضحة لكل من يريد حقا أن يكون سعيداً.